الخير يا دكتور علاء. دكتور علاء اهلا بيك في 90 دقيقة يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. دكتور علاء، ايه المشاريع اللي بنعملها في قطاع الزراعه في صعيد مصر؟ ممكن حضرتك تشرح لنا يا فندم؟ اولا في البدايه يعني انا اهنئ كل الشعب المصري وكل سكان الصعيد بمناسبه المشروعات القوميه العملاقه اللي تم افتتاحها خلال هذا الاسبوع واللي بالتاكيد ده اسبوع الافراح يا فندم حقيقي. صحيح صحيح، واعياد، كله اعياد، وكل سنه وكل الشعب المصري طيب بمناسبه العام الميلادي الجديد والاعياد القادمه خلال شهر يناير ان شاء الله. ان شاء الله. الحقيقه طبعا هذه المشروعات ليها اثر مباشر وسيلمسه المواطن المصري المقيم في الصعيد، وهي بتاتي طبعا في اطار مشروعات التنميه المستدامه اللي هي اساسا مرتبطه برؤيه مصر 2030، وفي التأكيد هي ليها صلة بأهداف الأمم المتحدة الإنمائية الاستراتيجيز بشكل عام. الحقيقة النهاردة لما نتكلم عن المشروعات اللي موجودة في الصعيد في كل المجالات الخدمية تمت بجهود وبأيادي أبناء مصر المخلصين. لكن لو حبينا ممكن حضرتك تكلمنا اكتر يا دكتور عن قطاع الزراعه. انا بقول لحضرتك نركز اكتر طبعا على نشاطنا ومجالنا اللي هو المشروعات الصعيد. كان في بلا شك توسع افقي لمساحات كبيره جدا، وتم استصلاح مساحات اراضي ضمن خطه الدوله للتوسع الافقي في عدد من المحافظات زي محافظه المنيا، مشروع غرب المنيا وغرب غرب المنيا، وفي الوادي الجديد والفيوم وشرق العوينات وتوشكا. كل دي مشروعات يمكن مساحتها بلغت اكثر من 550 الف فدان. لما بنقول مشروعات توسع افقي يعني زياده مساحه الارض المزرعه، يعني زياده الانتاج الزراعي، يعني تحسين المستوى الاقتصادي للعاملين والقائمين على هذه المشروعات والاراضي المستصلحه، يعني توفير فرص عمل، يعني زياده تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي في مصر، يعني المساهمه في معلش يعني هو في توفير فرص عمل لاهالينا في الصعيد عشان الناس تفهم. اكيد اكيد انا وبالتاكيد لما بنتكلم عن الاصلاح يبقى بالتاكيد بنوفر فرص عمل بدءا من عمليات الاصلاح ومرورا بعمليات الانتاج والاعداد ويمكن في جزء كبير من هذه المنتجات بيتم استخدامه بشكل مباشر في محافظات الصعيد، والجزء الاخر بينزل لبقيه المحافظات وبيتم تصديره ايضا. كمان عندنا مجموعه من الخدمات اللي بتقدم في اطار هذه المشروعات. معلش يا دكتور انا بطلب من حضرتك انه بس الحركه يعني تبقى حضرتك ثابت في مكان لانه الخط وحش، الشبكه وحشه جدا، بتروح وبترجع من حركه سيادتك. لا انا ثابت، ممكن الشبكه هي اللي فيها مشكله بقى. طيب معلش اتفضل يا فندم. كده واضح اتفضل. احنا كمان علشان نزود عائد المزارع المصري فبيتم استنباط اصناف وهوجن جديده في اطار خطه وزاره الزراعه واستراتيجيه التنميه الزراعيه المستدامه. بنستنبط اصناف عاليه الانتاجيه. لما بننتج اصناف عاليه الانتاجيه فبزود. زي ايه مثلا يا دكتور؟ زي الاصناف الجديده الخاصه مثلا بالقمح اللي بتدي انتاجيه عاليه، واصناف الذره واصناف الرز اللي بنزرعها وبتدي. طب الفلاحين مقتنعين بده؟ يعني بيوافقوا على ده بصراحه كده؟ بالتاكيد حضرتك بيوافقوا بعد ما بيشوفوا. احنا بنعمل حقول ارشاديه وبنعمل ندوات توعويه وبنركز على المقارنه ما بين المحصول القديم والصنف القديم والاصناف الجديده. وبنعمل حقول مشاهده كمان. ويمكن عايز اقول لحضرتك يعني من خلال برنامج سيادتك انا يعني بتوجه بالشكر ليكم ولكل وسائل الاعلام، لان هم فعلا خلال الفتره اللي فاتت يا فندم كان في تغطيه لكل الانشطه الزراعيه والقينا الضوء وسلطنا الضوء على كل ده. احنا اللي بنشكر كل مؤسسات الدوله بصراحه على هذا النجاح الباهر. لا يا فندم ربنا يخليكي، ايضا ده واجبنا واجب كل العاملين في القطاع يعني. فزي ما بكلم حضرتك عن الاصناف الجديده، في كمان الاصناف بتكون مقاومه للامراض وده بيقلل طبعا النفقات على مقاومه الامراض والافات وده بيحقق عائد كبير جدا. كمان في مشروعات في مجال التنميه الحيوانيه وتنميه الثروه الحيوانيه، وعندنا مشروع البتلو ده يمكن اجمالي المبالغ اللي خصصت ليه حتى الان
يمكن في حدود 1.8 من 10 مليار جنيه لابناء. طب نرجع معلش في حته السماد، عايزه اسال حاجه فيها مهمه، الاسمده ازاي الفلاح يعني بيقدر يرشد استخدامه للسماد؟ هو انا اقول لسيادتك ان كل محصول ليه مقنن سمادي. المقنن السمادي ده المزارع بيتعرف عليه من خلال التوصيات الفنيه اللي بتطلعها الجهات المعنيه في وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه بمعاهد مختلفه. سواء كان المحصول اللي بينتج ده محصول حقلي زي ما ذكرنا المحاصيل الاستراتيجيه القمح والرز والذره، وايضا نتكلم عن قصب السكر وبنجر السكر والقطن، او محاصيل بستانيه الخضار والفاكهه، كل محصول ليه مقنن سمادي. فمن خلال التجارب والبحوث وعلى ارض الواقع اللي بيتم بنوصي بكميات السماد اللي يجب استخدامها. كمان يمكن نوعية الأسمدة وكمية الأسمدة بتختلف حسب طبيعة التربة وحسب العناصر المغذية المتوفرة فيها، يعني مش كل التوصيات الفنية اللي بتصلح لكل المحافظات ولا كل المناطق. بتختلف يعني من إنتاج لإنتاج. بتختلف كمان من مكان لمكان، لأن طبيعة التربة اللي هي فيها العناصر الغذائية بتكون مختلفة من محافظة لمحافظة من منطقة لمنطقة. طب إيه علاقة الري بده؟ أنا هقول لحضرتك، وزارة الزراعة بتعمل خريطه صنفيه وخريطه سماديه. الخريطه الصنفيه دي بتحدد ايه الاصناف اللي تجود في كل منطقه طبقا للظروف الجويه اللي موجوده فيها وطبقا لطبيعه التربه. بالنسبه بقى للري حضرتك، هتخلينا نتجه ايضا الى المشروعات الجديده اللي الدوله بتعملها واللي بيرعاها السيد الرئيس، وبتتمثل في المبادره القوميه للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وتطوير نظم الري. ده من اهم فوائده طبعا زي ما كلنا عارفين بنقلل وبنرشد كميات المياه المستخدمه في الزراعه. الفائده الثانيه المباشره اللي بيلمسها المزارع هي تقليل كميات الاسمده المستخدمه، لان لما بنستخدم الطرق. طب وده متطبق في محافظات الصعيد اللي بنشوفها؟ طبعا طبعا، محافظات الصعيد فيها مساحات. طب ده يعني كويس، بس نوضح الصوره. 300,000 فدان، والمبادره اللي انا بتكلم عليها دي حضرتك هي تم توقيع بروتوكول بشانها بين وزارات الموارد المائيه والري والزراعه والماليه، وبرعايه وبمشاركه مجموعه من البنوك الوطنيه طبعا بالاضافه للبنك المركزي، عشان توفير التمويل لتاهيل المسائي والمراوي وتحديث نظم الري اللي هي نطبق نظام الري الحديث بالتنقيط وبالرش. لما نتكلم بقى فبتقول هنا حضرتك ان السماد ده بيتضاف في سماده وبيوصل مع مياه الري الى النبات بشكل مباشر. وبنضمن وصول الكمية المناسبة والمقنن السمادي لكل نبات. يعني بيتحط من مصدر المية نفسها؟ تمام يا فندم، مع مية الري في الشبكة الرئيسية، في شبكة ده رئيسية هيوفر يعني كتير في الأسمدة، بيوفر ل 50% بالإضافة